طب نيجي بقى للهيباتيتس فيروسز، وده تاني توبيك مهم جدا. طبعا هيباتيتس ايه؟ ده الجميل جدا، مفيش منه مشكله، مفيش كارير ستيت، مفيش كرونيسيتي. طبعا هو سيلف ليميتد، الطبيعي انه بياخد هيباتيتس ايه، بيصفر ويتعب شويه، ونقول له بقى ريح في البيت وليك نظام اكل خاص ومش عارف ايه، وبعد كده خلاص هيطلع له انتي بادي، والانتي بادي بروتكتيف ماشي مع العمر كله، ومفيش ري انفكشن. هو دايجنوزد باي جي ام انتي بودي الاتش اي في، يعني بيروح الولد الصغير زي تيجي اطفال يكون مصفر كده، اول ما بيشوف الدكتور جوندس في عينه والاعراض ابدومينال بين ومش عارف ايه، بدا معاه الكلام ده امتى؟ من يومين اتنين، على طول بيروح محوله بطالب اي جي ام انتي بودي، يطلع بوزيتيف خلاص. ده بيريحنا في الدايجنوزيس بتاعه. الفيلم كله بقى الهيباتيتس بي والماركرز بتاعه، طبعا ده في منه اكيوت وكرونيك، والانتي بودي بتاعه بروتكتيف، بمعنى ان هيجي له انفكشن مره وهيعدي منها، لو عدى تعدي منها يعني ان شاء الله مش هيجي له تاني. فاحنا حلو قوي، احنا استغلنا، احنا مش هنستنى لما يجي له منه انفكشن، احنا هنعمل منه فاكسين، والانتي بودي بتاعه الحمد لله الفاكسين بتاعه ناجح ناجح جدا، وبنعمل فاكسين بيطلع الانتي بودي والانتي بودي بروتكتيف، وبقى كومبالسوري خلاص في مكتب الصحه. اذا انا على ايامي عشان انا عجوزه ما كناش بيدونا الكومبالسوري في مكتب الصحه، بس جينا على امتياز واحنا في سنه امتياز طب، وقالوا لنا قبل ما تبقوا كونتاكت مع البيشنتس وتنزل مستشفى لازم تاخد الفاكسين. دلوقتي الحمد لله بقى كومبالسوري، العيال بتاخده وهي صغيره. الانكوبيشن بيريد بتاعته من 60 ل 150 دايز، خدوا بالكم ادي انكوبيشن بيريد بدءا من 60. وعلشان كده لما واحد يكون مش واخد الفاكسين ويتشك من حد اتش بي في بوزيتيف، بنقول له الحق خد الفاكسين النهارده، هو مش فاكسينيتد، مش بنقول له خد الفاكسين النهارده، تقول لي خد الفاكسين ليه؟ الفاكسين هيبتدي يطلع انتي بودز بعد اسبوعين، والانكوبيشن بيريود 60 دايز، فدي كمان ميزه كبيره جدا، ان انا بقول له ايه الفاكسين هيلحق يشتغل ويطلع انتي بودز ان شاء الله، ممكن يقضي على الفيروس ايفن بيفور ما يبقى الفيروس مانيفست. طيب ممكن يحصل سبونتينيوس ريكفري بعد حوالي 15 ويكس افتر ابيرنس اوف سيمبتومز، كتير يحصل معظم الحالات يحصل لها سبونتينيوس ريكفري وما تقلبش كرونيك. تعالوا بقى الهيباتيتس ماركرز كده عشان نشوف الهيباتيتس ماركرز دي، وعندنا اسئله كتير جدا على من اهم الحاجات كده الانتربريتيشن بتاعها. اولا مبدئيا كده نتفق ان الهيباتايتس بي اس انتيجين ده انا لما بشوفه بزعل، حاجه وحشه، از باد ساين. ليه؟ بشوفه معناه انفكشن، البريزنس انديكيتس انفكشن او اكيوت اور كرونيك، يبقى لما الاقي الاس بوزيتيف خلاص الراجل ده از هيباتيك بيشنت، عنده بي فيروس سواء في مرحلة الأكيوت أو الكرونيك. ده أول ماركر بيظهر في الأكيوت انفكشن بعد 1 ل 9 ويكس، أول ماركر بيظهر في حالات الأكيوت انفكشن، وهو ده اللي بيستخدم فور فاكسينيشن. الفاكسين بتاعه ريكومبيننت، أنا جايبه بريكومبيننت تكنولوجي الإس أنتيجين، بس أنا بحقن الإس أنتيجين يدخل الجسم، الإميون سيستم طلع له إس أنتي بودي، هو ده الإميونيتي بتاعته. عشان كده الإس أنتي بودي التاني ده انا لما بشوفه بفرح، تمام، ده از ا جود ساين، ده معناه اميونيتي. سواء حصل له ريكفري يعني جات له الانفكشن وعدى منها على خير والجسم كون اميونيتي، او ان اميونيتي نتيجه الفاكسينيشن، لكن في كل الحالتين الحمد لله انا بفرح لما بشوف الاس انتي بودي. وبالتالي الاس انتيجين معناه ديزيز، معناه انفكشن اكيوت او كرونيك، الاس انتي بودي معناه اميونيتي. هل ممكن ان انا الاقي الاثنين؟ مستحيل، مستحيل الاقي الاثنين بوزي، انا هلاقي ده يا ده، وبالتالي هلاقي الاس انتيجين يبقى الراجل ده ديزيز انفكشن بيشنت، لقيت الانتي بودي يبقى الحمد لله الراجل ده اميون، ما عندوش ومش هيجي له ان شاء الله في يوم من الايام. تمام، في سؤال نكمل الماركر. دكتورة أنتي الاس شايفة ده أي جي الكور إم؟ يا دكتوره، ده الكور، نعم، سيرفس سيرفس انتيجين، السيرفس دكتورة ما هو أي جي الكور؟ ده السيرفس انتيجين، لسه الكور جاي. أوكي طيب احنا كده بنتكلم عن السيرفس انتيجين والسيرفس انتي بودي.
طيب نيجي ندخل بقى على الكور، نبص كده هنا الكور انتيجين ده مريحني، ده مش موجود في السيروم، ما فيش حاجه اسمها كور انتيجين في السيروم، ده موجود في الليفر بس. طب الكور انتي بودي بقى، الكور انتي بودي الشلعين دي، الكور انتي بودي معناه ان الجسم شاف الفيروس شخصيا، الفيروس دخل الجسم. طيب دخله قبل كده ولا يعني موجود دلوقتي؟ حسب، والله لو عندك كور انتي بودي اي جي ام، احنا متفقين ان الاي جي ام معناه ongoing infection or current infection. طيب لو الكور انتي بودي اوف اي جي جي تايب معناها past infection. ايه حكايه الويندو فيز بقى؟ حكايه الويندو فيز يا دكاتره، ايه حكايه الويندو فيز؟ بصوا دكاتره، مسار الانتي بوديز، احنا لو عندنا واحد خد الانفكشن النهارده، خدها النهارده، اول ماركر بيظهر ايه؟ اول ماركر بيظهر الانتيجين الاس انتيجين، الانتيجين الانتيجين الاس انتيجين. يبتدي يظهر الاس انتيجين، تمام؟ وبعدين الاس انتيجين بعد شويه يبتدي يطلع له اس انتيبادي، الاس انتيبادي يبتدي يعمل بلوك في الاس انتيجين، بلوك ماشي، فاجي اشوفه في السيروم الاقي الاس انتيجين عمال بيقل في السيروم، مش عشان هو مش موجود بس بدا الانتيبادي يمسكه، ماشي، يمسك فيه. وبعد فتره الحمد لله لما الاس انتيبادي قدر يقضي، هو حاجه من اتنين، هو النهارده دلوقتي في الوقت ده يفضل فتره كده انا مش شايفه حاجه، بس بصراحه في حقيقه الامر في معركه ما بين الاس انتيجين والاس انتيبادي، الاس انتيجين عمال يتكون والاس انتيبادي عمال يقفل فيه، تمام؟ وبعدين هما موجودين بس في الاخر انا مش شايفه لا ده ولا ده، مفيش ديتكشن، لحد ما يحصل ايه بقى، واحد فيهم بيتغلب على الثاني، وبالتالي حاجه من اثنين، يا خلاص الانتيبادي قضى على الفيروس تماما ويبتدي يظهر الاس انتيبادي، تمام؟ طب لو حصل ان الفيروس هو اللي تغلب وقضى على الاس انتيبادي، يبتدي يظهر الاس انتيجين تاني ويكمل بقى، لو دخل في كرونيسيتي يكمل الاس انتيجين، وجود الاس انتيجين اكتر من 6 شهور اعتبره كده خلاص دخل في كرونيسيتي، وبالتالي الله. طب انا عندي مرحله هنا يا جماعه، على فكره الراجل لسه واخد الانفكشن ولسه ديزيز، بس في حرب عماله بتحصل ما بين الاس انجن والاس انتيبادي، ويكونوا اميون كومبلكسز مع بعض، يكونوا اميون، وبالتالي هو انا كانت مش قادر اعمله ديتكشن. الفتره دي اسمها الويندو فيز، الفتره دي الراجل عنده الانفكشن ولكن في الاخر انا لا شايف اس انتيجين ولا شايف اس انتيبادي. الفتره دي قال لك الماركر الوحيد اللي يعرفني هو الكور انتيبادي، لان الكور انتيبادي ده بيبقى بوزيتيف لما مجرد ما الفيروس دخل الجسم يبقى بوزيتيف ويفضل بوزيتيف العمر كله، طول ما هو في اونجوينج انفكشن يبقى اي جي ام، لما باست انفكشن بيقلب اي جي جي. وبالتالي كان بيحصل ايه دكاتره زمان؟ كنا نعمل سكريننج للدونر بالاس انتيجين بس، فكان بنلاقي ان في كتير ترانسميتد هيباتيتس بي فيروس انفكشن للريسيبيانت بعد البلاد افتر بلاد ترانسفيوجن. طب هو جه منين وانا عامل ديتكشن؟ اتاري واحد جاي يتبرع بدم وهو في الويندو بيريود، انا عملت اس انتيجين طلع الاس انتيجين نيجاتيف، نقلت دمه وهو الراجل اصلا عنده الفيروس، بس ده كان ويندو بيريود. فقال لك بعد كده ريسنتلي نيولي بقى، بعد كده خدنا الخطوه ان بقى السكريننج بالاثنين، بالاس انتيجين والاي جي ام كور انتيبادي، تمام؟ دلوقتي بقيت اعمل كاتش للاس انتيجين والويندو بيريود. وضحت الفكره يا دكاتره؟ يبقى احنا متفقين ان السيرفس انتيجين عمره ما هيقابل السيرفس انتيبادي، يا هشوف الاس انتيجين واتنكد وازعل، يا هشوف الاس انتيبادي وافرح. بس انا عندي مرحله قبل ما اعرف مين فيهم اللي انتصر، عندي مرحله لا ده ظاهر ولا ده ظاهر، الاونلي ماركر اللي يشخص اللي بوزيتيف ديورنج الويندو فيز، وده طبعا محل سؤال شهير جدا، الاونلي ماركر هو الكور انتي بودي. خدوا بالكم ان الكور انتي بودي ممكن يقول لك اي جي ام واي جي جي، وممكن يقول لك كور انتي بودي بوزيتيف بس ويسيبها مفتوحه، تمام؟
اعتبار ان ان في هو لو كيس حتى اي جي ام مع جي جي مع بعض. اتفضلي يا دكتور. هو لو حد عنده فور انتي بودي اي تي جي ينفع يتبرع عادي ولا ايه؟ ينفع هو يتبرع، بس خدي بالك ان احنا هنعمل سكريننج بالاس اي تي ام بس. وبالاي جي ام. لو هو عنده كور اي جي جي بس الاس نيجاتيف، خلاص جات له بسط انفكشن وخلاص وراح، والمفروض ان هو بقى عنده اس انتي بودي بوزيتيف، المفروض كملت السيناريو. فلو خلاص ده يتبرع طبعا، ده يتبرع. ماشي. تمام. اي جي جي اتبرع يا دكتوره؟ الايه؟ اي جي جي اتبرع؟ الاي الكور جي اي جي الانفكشن اتبرع؟ لو لا هو جات له انفكشن وراحت قبل كده خلاص، فلو الاس اي انتيجن عنده نيجاتيف والاس انتي بودي بوزيتيف ممكن يتبرع، ممكن يتبرع، ولكن احنا بنريفير تو افويد، بريفير تو تمام. افويد. بس خدي بالك ان الكور طيب يا دكتورة ممكن الكور انتي بودي ده بريفير طبعا، يعني ابعد عنه، بس خد بالك ان هو كور انتي الاي جي جي انتي بودي مش شرط يستخدم في السكريننج. طيب هو لو انا عندي بالاي جي بالسيرفيس انتيجين، هو بالسيرفيس انتيجين نيجاتيف لكن بالكور يعني بس من الكور بوزيتيف، لكن ما انا ما اعرف هو اي جي ام ولا اي جي جي، هل خليت بره؟ لا لا، في الحاله دي لا تمام، لانه ممكن يكون، لانه ممكن يكون في الويندو. لكن لو انا احلف ان هو اس انجن نيجاتيف واس انتي بودي بوزيتيف واي جي جي، اي جي جي بس بوزيتيف خلاص، لو انا بقى عملت الماركرز كلها والاي جي جي والاي جي ام واطمنت عليه بشكل عام، واحد جاله بسط انفكشن وبقى اميون، حصل له ريكفري وبقى اميون وعنده اس انتي بودي، عادي يتبرع تمام. لكن انا خايف انه يكون في ويندو بيريود او ان هو يكون اس بوزيتيف، لا ده طبعا لا ده خلاص تمام. كده يا طيب يا دكتورة دكتوره احنا قولي كده. الويندوز بيريود يعني عندها زمن محدد، يعني مثلا 3 شهور 6 شهور. لا لا ده بتبقى لا، الويندو بيريود ممكن تبقى 3 ويكس بس، لا مش طويل، ويندو بيريود طيب مش طويل. طيب اما احنا ما عارف يعني، لكن ليه ما نستخدم الحتة دي بتاعت الزمن بتاع البيريود دي انه عشان نعمل ترانسفيوجن سيف، يعني مثلا لو شكينا في واحد انه نقول له تعال بعد 3 اسابيع. هو مش قصة، لا بصي شكيتي في واحد روحيه، ما في غيره كتير. بس هي الفكرة احنا تاني نرجع نقول يا جماعة، هو خلاص بقى السكريننج بالاثنين بالاس انتيجين والاي جي ام كور انتي بودي تو افويد مشكلة خلاص طلع واحد منهم الاثنين بوزيتيف، خلاص بنروحه لو مش عايزينه، خلاص طيب مش عايزينه احنا تاني. ما في الويندوز بيريود قلنا ما في الانتيبودي والانتيجين الاثنين بيكونوا مختفيين، فانا كيف هيجيني الديتكت بتاع الاي جي ام؟ كيف ما هو اصلا هيكون مختفي، هيجيني نيجاتيف. الاي جي ام كور ده اللي هيبقى معايا، لكن الاس انتيجين نيجاتيف والاس انتي بودي نيجاتيف. يعني الاي جي ام كور هو بيكون بوزيتيف هو في اللي هيكون الويندوز. نيجاتيف اهو اهو. اها بصوا تمام. النوت اهي، is the only marker for diagnosis during the window phase، لانه قلنا ده وانس انه دخل الجسم الكور ده خلاص، الجسم شافه الكور هيبقى اي جي ام في الكارنت انفكشن، بعد كده في البسط هيقلب اي جي جي ويفضل العمر كله اي جي جي ترى تمام. الدكتورة تمام. هيباتيتس بي سيرفيس انتي بوديز ما بنفرق بين اي جي جي واي جي ام، ما بيهمنا ايسوتوتر فقط، ما هيك؟ ما له اي اهمية يعني. ما بن صح ما بنفرقش تمام. اخر واحد بقى دكاتره اللي هو الاي ده، ما احنا مش بنجيب سيرته كتير، لكن طبعا في اسئله كتير. الاي ده بقى الانفكتيفيتي، فالاي انتيجين برضو يا انتيجين يا انتي بودي ما بيتقابلوش. لو الانتيجين هو اللي بوزيتيف معناها انفكتيفيتي، خلاص لو الانتي بودي هو اللي بوزيتيف معناه نو انفكتيفيتي، برضو يبقى الانتيجين حاجه وحشه وبرضو الانتي بودي حاجه حلوه وجميله، وتطمني انه نو انفكتيفيتي. احيانا بنبقى عايزين نعرف الى اي مدى هو انفكشوس للاسره وانفكشوس للناس اللي حواليه تمام، وبالتالي بنعمل الاي ماركر زي بقى ما يعبر عنها، لانه هتلاقوا كذا اسئله يقول لك ايه انفكتيفيتي ترانسميسيبيليتي، الى اي مدى يكون يقدر يترانسميت انفكشنز للاذرز، ايا كان يعبر عنها زي ما يعبر، لكن نعرف ان الاي ده
الى اي مدى هو يقدر يانفكت الناس اللي حواليه، لانه احيانا هو بيقلب كرونيك، احيانا بيبقى الانفكشن ليتنت او دورمنت، بنقول اصل عنده الفيروس خامل، تمام؟ احيانا بيبقى عنده الفيروس خامل، ماشي، الفيروس خامل دي خلاص هو انفكتد والفيروس خامل، بس احنا بنحب نشوف هو الى اي مدى ممكن يعدي الناس اللي حواليه. طيب يا دكتور، بس معلش سؤال اخير. انا في الويندوز فيز اي جي ام كور ما هخليه يتبرع، لكن اول ما يبقى اي جي جي كور معناها طب ما الميو يبدا سيستم اي جي اتكسر. جي، احنا الدكتور بيقول لو هو اي جي جي، بس انا سيرفس انجن نيجاتيف، اي جي ام نيجاتيف، لو هو معاه اي جي جي كور لما دخل في اي جي، فالمفترض ان تطلع له برضه اس انتي بودي، عشان انا ابقى متاكد اس انتي بودي معناها ريكفري، هو خف خلاص. يعني انا بحدد انه خلاص خفى باس انتيبودي، بس انا خدي بالك ما انا اي مش جي جي بجري، كور. اه انا مش بجري وراه ومش بتابعه يا دكتوره، انا اللي بيجيني يتبرع بعمله تشيك بالاثنين دول، واحده منهم طلعت بوزيتيف بروحه وخلاص، انا مش هجري وراه، تمام؟ انا بس عشان افهم يعني. اه لكن عشان تفهمي حضرتك، بصي بقى احنا عايزين نكمل كلامنا بقى عشان ايه نفهم مع بعض. بصوا بقى الشرط ده مهم جدا، او الجدول ده معناه جدا مهم جدا. احنا دلوقتي الراجل ده شوفوا احنا رصيناهم كده، ادي الاس انتيجين ما عندوش اس انتيجين نيجاتيف، الكور اي جي جي نيجاتيف، الكور اي جي ام نيجاتيف، المفروض الاس انتي بودي نيجاتيف، ده سميناه سسبتبل. يعني ايه سسبتبل يا دكاتره؟ يعني معرض للإصابة، لا عنده مناعة وما معرض، عنده إصابة. يبقى هو مش انفكتد دلوقتي، هو سليم ولكنه معرض. ليه؟ لانه ما عندوش اس انتي بودي، الاس انتي بودي ده الاميون، فهو دلوقتي معرض ممكن يموت. طب تعالى في الثاني، الثاني اللي هو الاس عنده ما عندوش انتيجين لكن عنده كور اي جي جي وعنده اس انتي بودي، فالراجل ده اميون، بس اميون ديو تو ناتشرال انفكشن، بعد الانفكشن في يوم من الايام والجسم شاف الفيروس وكون له الكور انتي بودي، وبالتالي هو اميون عشان خد الانفكشن في يوم من الايام. اللي تحته ما عندوش كور انتي بودي بس عنده اس انتي بودي، فبنقول اه ده اميون عشان جات الفاكسينيشن. خد بالك على فكره الفيروس ما دخلش الجسم ولا حاجه، الراجل ده ما خدش العدوى بس هو خد الفاكسين، الفاكسين عباره عن اس انتيجين ريكومبيننت دخل وستيميوليتد اس انتي بودي، وبالتالي برضه ده سؤال ان هما الفرق فرق اتنين، دول اتنين اميون وحلوين وانا مطمنه عليهم، بس في واحد منهم اميون ديو تو ناتشرال انفكشن والتاني ديو تو فاكسينيشن، هو الفرق بينهم بالكور انتي بودي. واضحه يا دكاتره؟ ايوه يا دكتور واضحة. تمام. طيب الراجل اللي عنده اس انتيجين، احنا اتفقنا ان اس انتيجين اول ما اشوفها بوزيتيف اعرف ان الراجل ده خلاص عنده انفكشن، اجري بقى على الكور شوف اي جي ام ولا اي جي جي عشان بس تحدد هو الانفكشن دي اكيوت ولا كرونيك. ده عنده اول واحد اس انتيجين وعنده اس وعنده الكور اي جي ام، يبقى ده اكيوت انفكشن. الثاني عنده اس انتيجين وعنده كور انتي بودي، يبقى ده كرونيك انفكشن. اللي تحت بقى طبعا انا واحد لو لقيت عنده كور انتي بودي اي جي ام، ولا لقيت وما لقيتش انتيجين وما لقيتش وين ده؟ انتي بودي، المفروض انها يوسف ويندو اللي طالعه هنا انتربريتيشن اونكلي، لا دي ويندو يا دكاتره خلاص معلش. أنا هي دكتور الاخرانيه دي، لا الاخرانيه دي كده اشتبوها عندكم في الورق، دي كده طبعا ويندو فيس ماشي، دي كده ويندو بيريود او الويندو فيز، الاونلي ماركر فيها هو الاي جي ام. ضحك نفسك تمام. طيب يبقى ليه بقى؟ لان هو هتلاقي بقى اسئله كتير في حته الماركرز دي، وبعدين بقى ايه يجيب لك بقى، يا اما يرص لك الماركرز كده ورا بعضها، يا اما يوصف لك الحاله ويقول لك طب ده وضعه ايه؟ هل في كده بالشكل ده الهيباتايتس ماركرز ان شاء الله مش هيبقى فيها مشكله، ذكرتوها بالطريقه دي.